بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس ان شاء الله بغيت نشارك معكم التجربة ديالي في كيفية انشاء فيديو تعليمي، وذلك بتسجيل شاشة الكمبيوتر باعتماد احدى الطريقتين. الطريقة الاولى لا بريزونطاسيون بوربوينت، الطريقة الثانية باستعمال طابلت جرافيك اللي غادي نشوفوها بالتفصيل في هذا الفيديو ان شاء الله. اذا الدرس غادي يكون في حصتين باش ما يكونش الفيديو طويل. اذا الحصه الاولى غادي نشوفوا المعدات والبرامج المطلوبه لانجاز هذا الفيديو. في الحصه الثانيه غادي نشوفوا التسجيل والمونتاج والتصدير. اذا بالنسبه لهذا الفيديو هذا رقم واحد، اذا غادي نشوفوا المعدات والبرامج المطلوبه. اذا عندنا بالنسبه للمعدات بطبيعه الحال غادي نشوفوا الحاسوب والميكروفون والتابلت جرافيك، غادي نشوفوا الخصائص ديالهم المميزات ديالهم، غادي نشوفوا يعني المعدات باش كنخدم. ثم غادي نشوفوا البرامج عندنا باوربوينت وعندنا كامتازيا اللي كتسجل شاشه الكمبيوتر ودير المونتاج. اذا السؤال واحد الملاحظه، واش البي سي بورتابل ولا البي سي بيرو؟ اذا بالنسبه الى كانوا عندهم نفس الخصائص فبالنسبه للتسجيل والمونتاج فكنفضلوا البي سي بيرو. البي سي بيرو عنده خصائص مميزه بالنسبه للبي سي بورتابل، فيمكننا نغيروا لا كارت جرافيك، يمكننا نديروا لا كارت جرافيك اكسترن ولا لا كارت سون اكسترن. ولكن بما ان لو سول انكونفينيون اللي كاين بالنسبه للبي سي بيرو هو انك تكون مقيد بالمكان الى بغيت تخدم، وبالتالي الاغلبيه ديالنا كيفضل البي سي بورتابل. شنو هو البي سي بورتابل اللي يمكننا نعتمدوه، ولا شنو هي لي كاركتيريستيك ديال البي سي بورتابل باش يمكننا نخدمه؟ اذا السؤال اللي كيتطرح غالبا هو بغيت نشري بي سي بورتابل، شنو هما او باش غادي تنصحوني؟ اذا قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال فكاين واحد السؤال اللي غادي نطرحوه، شنو هو وشنو باغي دير بهذا البي سي بورتابل؟ يعني شنو هما لي طاش اللي باغي ديرهم بهذا البي سي بورتابل؟ اذا كاين جوج ديال الحالات، كاين استعمال عادي يعني التصفح ديال الانترنت والاستعمال ديال البرامج ديال لوفيس وبرامج جد عاديه. في هذه الحاله ما غاديش يتطلب دي كاركتيريستيك كبار بالنسبه للبي سي بورتابل، فواحد الكوردوديو عادي، واحد الكوردوديو ب 4 جيجا درام كافي باش يمكن لك دير هاد لي طاش هذا، يعني واحد الاش بي بين 3000 حتى 4000 درهم غادي تكفي باش يمكن لك دير هاد لي طاش. الفئه الثانيه هو بغينا البي سي بورتابل باش من اجل صناعه المحتوى، يعني من اجل التسجيل والمونتاج. في هذه الحاله باش يمكن لك تستعمل البرامج ذات الاصدار الحديثه، يعني كتطلب واحد الرام وكتطلب يعني واحد السي بي يو اللي يكون شويه، يعني المعالجه ديال السي بي يو تكون قويه شويه، وبالتالي خصك على الاقل واحد الاي 5 بويجيغا درام باش يمكن لك تستعمل الاصدارات الحديثه ديال البرامج ديال التسجيل والمونتاج. اذا بالنسبه للبي سي اللي عندي باش خدام انايا، كاين هو بي سي باش خدام هو ديال لاتيتود 5080. اذا بالنسبه للبروسيسور هو كور اي 5 7 جينيراسيون. بالنسبه لا ميموار عندك 16 جيجا، بالنسبه للديسك دور 512 جيجا اس اس دي. اذا غادي نوليو لهذا اس اس دي ديسك دور اس اس دي. اذا هذا هو البورتابل باش كنخدم به جد عادي، ولا كنخدم به المونتاج والتسجيل بشكل جد مريح وكنحس به مزيان. والثمن ديالو بالنسبه للجديد كيكون بين 8000 درهم بالتقريب. الا لقيت شي حاجه بين 4000 حتى 5000 درهم وتكون بون اوكازيون يعني نقي بزاف فتكون بون افير. انا بالنسبه ليا هذه عام وتقريبا نص شهور فشريته ب 5000 درهم وجد الخدمه فيه جد مريحه كيخدم مزيان. اذا بالنسبه للديسك دور اس اس دي، هنا تقنيه جديده فيما يخص الديسك دور، فهو غالي بالنسبه لاش دي دي. اذا غادي نشوفوا بعض المميزات ديال هاد اس اس دي. اذا غادي نشوفوا واحد المقارنه بسيطه بين هاد لي ديسك دور اس اس دي اللي هي تقنيه جديده وبين القديمه ديال اش دي دي. اذا بالنسبه للاس اس دي كتبريزونت واحد الكاباسيتي دو ستوكاج جينيرالمون بلوز ايلفي بور ان كو موان، يعني لو كو يكون موان ولا ستوكاج يكون بلوز ايلفي. بالنسبه للاس اس دي كتوتيليزي ميموار فلاش، سي ميموار فلاش بار كونتر اش دي دي سي ميكانيك، يعني ستان ديسك دور فيه ليغوي
باش كتكتب داك الشيء باش كيستوكي لافورماسيون بحال لا ميموار فلاش. الاس اس دي بلو رابيد او ديماراج. اس اس دي نا با دو بيس موبيل، يعني ماشي بحال ديسك دو في ديسك دو واحد لي كوي ايتترا. بالنسبه للاس اس دي دونك ريزيستون او شوك والغبرة ايتترا. الاس اس دي نو برودويز براتيكمون اوكان بروي بويسكو سي اون فلاش ميموار و نو دو با كونسومي دو ليكتريسيتي. هذه بعض المميزات ديال لي ديسك دو اس اس دي، لان الا كان الاس اس دي مثلا في الاورديناتور فكيغليه، يعني الثمن ديالو كيرتفع بالمقارنه مع الديسك دو العادي. وبالتالي بالنسبه ليا انايا الا مشيتو حتى تشريو دي بي سي بورتابل ركزوا على هاد الديسك دو اس اس دي، لان 256 جيجا في الاس اس دي احسن من 1 تيرا في الاش دي دي. بالنسبه للميكروفون، طبيعه الحال الجوده ديال الصوت مهمه بالنسبه لاي فيديو، فاذا كان الفيديو مزيان وكانت الصوت يعني الكاليتي ديال الصوت يعني رديئه فالفيديو غادي يكون رديء. اذا بالنسبه للميكروفون كاين بزاف ديال الميكروفون اللي يمكن لكم تلقاوهم في السوق. انا بالنسبه باش راني خدام، انايا خدام بهاد الميكروفون كرافات اللي سميتو بويا باي ام 1. اذا هاد الميكروفون كيخدم على جميع الاجهزه، من سمارت فون لي كاميرا لي بي سي ايتترا. بريميرمون بالنسبه لهاد الميكروفون ما لقيتوش في السوق عندنا هنايا، يعني اضطريت باش نشريه من جوميا يعني اكسبيدي من لترونجي. والميزه اللي فيه ان فيه الخيط، فيه 6 متر ديال الخيط. بالنسبه للتقليد فكاين التقليد في هاد لا مارك هادي، يمكن لكم تلقاوها مقلده، يعني ماشي دوريجين، فيها دوريجين وفيها مقلد. بار كونتر الا شريتوها من لي غرو مازان بحال امازون ولا جوميا ولا شي حاجه غادي تعرف الفرق. بطبيعه الحال الفرق غادي يكون في الثمن. اذا بالنسبه للثمن ديال هاد الميكروفون، اذا تقريبا 200 درهم. بالنسبه لي انا عندي بالنسبه للبورتابل، عندي بي سي بورتابل، عندي واحد الفتحه فيها لونتري وسورتي، وبالتالي ملي كان جيت نسجل كنلقيت مشاكل في ما كاينش تسجل بشكل جيد، فاضطريت نشري هذا الكونفيرتيسور اوديو اللي حل المشكل. كونفيرتيسور اوديو او اس بي فيه لونتري وسورتي اللي راني خدام به دابا مزيان، كيدير 40 درهم في السوق. بالنسبه للطابليت جرافيك، شنو هي الطابليت جرافيك؟ سي اون بتيت طابليت على شكل لوحه فيها واحد القلم كنكتبوا فوقها، وديك الكتابه كتكتب في ليكرون. دونك كتكتب ليكرون. اذا كاين بزاف ديال الانواع ديال هذه الطابليت، ولكن اللي عندنا خصنا حنا الطابليت دو ديسان جرافيك، يعني بالنسبه كيستعملوها للرسام. الرسام عوض باش يرسم على الورقه كيرسم على طابليت جرافيك، يعني الرسم ديالو كيبان في ليكرون. حنا بالنسبه لينا حنايا كنحتاجوها بالنسبه ليكريتور، يعني كنكتبوا في اللوحه وديك الكتابه بحال اللي راك تكتب على الورقه او على السبوره. اذا لا ميور مارك بالنسبه لهذه الطابليت جرافيك هو واكوم. بالنسبه لي انايا شريت هاد الطابليت وينو ديال الشينوا، فالا شريت نفس لي كاركتيرستيك بواكوم فغادي تكون تقريبا دوبل بري، بحال مثلا هذه كدير 900 درهم، فبواكوم غادي تقد توصل حتى 2000 درهم. اذا بالنسبه لي طابليت جرافيك بالنسبه للاثمنه ديالهم من 400 درهم فما فوق، وعلى حساب لي كاركتيرستيك، على حساب ايضا لا على حساب المساحه ديال يعني المساحات فاش تكتب. اذا من الاحسن تكون واحد المساحه متوسطه، يعني ما تكونش صغيره، لان باش ما تضيقكش في الكتابه تكون شويه متوسطه. اذا غادي نشوفوا امثله عن بعض لي لوجيسيال اللي يمكننا نستعملوهم مع الطابليت جرافيك. يمكننا نستعملو ون نوت مع ديال لوفيس، هذا هو ون نوت ديال لوفيس. فبالنسبه للطابليت جرافيك كما كتلاحظوا فهي بحال هي لا سوري. اذا الى مشينا مثلا للديسان بغيت نكتب هنايا، مثلا بغيت نكتب اللي بغيت، يعني اذا كنتعامل مع بحال اللي راني نكتب على شي ورقه مثلا في السبوره ولا هكا. اذا كندير الدرس ديالي مع التعليق الصوتي، كنكتب اللي بغيت بحال اللي راني نكتب على ورقه، ولا كندير شروحات الى غير ذلك، وكنستعملها بحال سوري. كاين وايت بورد، وايت بورد لي زاكسيسوار ديال ويندوز 10، ف
نفس الشيء، فيمكن لي نستعملها حتى هي باش يمكن لي نكتب بحال راني نكتب في الورقه، نكتب وندير التعليق الصوتي ديالي وندير الدرس ديالي ولا نصحح التمرين الى غير ذلك. اذا كما كتلاحظوا فبالنسبه لجميع الاختصاصات يمكن لي نستعمل هذا التابلت جرافيك للشرح والتوضيح. يمكننا نستعملو دوتر، كاين دي لوجيسيال بطبيعة الحال، كاين دي لوجيسيال بزاف، مثلا هذا يسوي اكسيرنال، دونك حتى هو نفس الشيء. يمكن لي نستعمل بحال لي راني نكتب على شي ورقة، مثلا كيكتب في طابليت جرافيك، دونك نكتب اللي بغيت ونشرح على نكتب في الورقة ولا في السبورة إلى غير ذلك. بالنسبة للبرامج المطلوبة، البرامج يعني والبرانيم لي سوفتوير، عندك بوربوينت بور لا بريزونطاسيون، عندك كامتازيا بالنسبة للتسجيل ديال شاشة الكمبيوتر مع المونتاج. بالنسبة للبوربوينت راه معروف، بالنسبة لكامتازيا هاد لوجيسيال هو لوجيسيال مدفوع يعني غير مجاني، أحسن البرامج اللي يمكننا نستعملوها في التسجيل ديال شاشة الكمبيوتر مع المونتاج. لي فيرسيون لي ديرنيي فيرسيون، لا ديرنيير فيرسيون هي لا فيرسيون 9 وكاين 7 وال 8. بالنسبه اللي عنده مثلا على حسب لي كاركتيرستيك ديال البي سي بورطاب، فمثلا اللي عنده كوردو ديو 4 جيجا من الاحسن يستعمل لا فيرسيون 7، راه مزيانه خدمت بها، راه يعني تؤدي الغرض، نديرو بها المونتاج، نشجلو شاشه الكمبيوتر ونديرو بها الدرس كما يجب. بالنسبه لا فيرسيون 9، لا فيرسيون 9 كتطلب شويه ديال الرام، شويه ديال يعني السي بي يو يكون مجهد شويه، فبالتالي إذا كان عندك مقل من اي 5 6 جيجا درام غادي يخدم لك شويه ثقيل ولا ما غاديش يخدم لك مزيان. بالنسبه لي عندي اي 5 6 جيجا درام وكنفضل راني خدام الكانتازيا فيرسيون 8، يعني الفيرسيون 9 خطره بحال اللي كتقل شي شويه، وبالتالي فضلت انني نخدم بلا فيرسيون 8، كنخدم بجد اريحيه، يعني ما كاينش مشكل من ناحيه المونتاج. بالنسبه لهاد لا فيرسيون 8 غادي تلقاو في البوات ديسكريبسيون لتحت، غادي تلقاو في لاباج ديال الفيسبوك، غادي تلقاو تيليشارجمون ديال لا فيرسيون 8 مع الكود داكتيفاسيون. دونك بالنسبه نعطيكم واحد دوتر لوجيسيال كي سون تري امبورطون. اذا عندنا لو بي اس ستوديو، هو مجاني اوبن سورس، هو عملاق ديال بحقيقه هو العملاق ديال تسجيل شاشة الكمبيوتر او عملاق ديال البث المباشر، البث المباشر او بي اس ستوديو. ادوب بريمير برو العملاق في المونتاج فهو من البرامج الاحترافية اللي يمكننا نحترفو في المونتاج. ادوب فوتوشوب اللي هو معروف في الديزاين والتعديل على الصور فهو برنامج عملاق. اوداسيتي هو برنامج مجاني، هو عملاق ايضا بالنسبه يعني التعديل على الصوت والتاثيرات على الصوت. اذا هاد البرامج كنصح الاخوان الشباب انهم يقراوهم ويحترفوا فيهم، فهما جد مهمين. ما نحاولوش نخدموا بدي لوجيسيال اللي هما ناقصين ولا هذاك، واخا كيأديو الغرض، ولكن من الاحسن حنا في البدايه ديالنا نتعلموا مع دي لوجيسيال دو بيرفيكسيون ديالهم ديال بروفيسيوناليزم، كما ادوب بريمير برو بالنسبه للمونتاج، ادوب فوتوشوب بالنسبه للديزاين. الا مشى حتى شي واحد احترف في هاد لي دو بروغرام مع الموهبه ديالو، راه يقدر يخدم في الانترنت. كاين لي زوفر بزاف اللي كيدومونديو هاد المونتاج، مونتاج والديزاين. في الحصه المقبله ان شاء الله غادي نشوفوا الفيديو رقم 2 اللي غادي نتكلموا عليه التسجيل، ولا غادي نديروا فيديو تطبيقي شوفوا فيه التسجيل والمونتاج، اساسيه المونتاج والتصدير ديال الفيديو بواسطه كامتازيا. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.